كلامك مظبوط يا دكتور، بس المشكلة ان انا بشتغل مهندسة في اسكندرية، فساعات بتفوتني بعض المحاضرات والسكاشن هنا في مصر. انا طبعا مقدر ظروفك دي، بس انت طالبة دراسات عليا، لازم تتابع المحاضرات والسكاشن حتى لو استلفتيها من اي حد بيحضر على طول. من مين بس يا دكتور؟ ده انا باجي من محطة القطر على المحاضرات على طول، اخلص اطلع تاني على محطة القطر عشان ارجع اسافر، يعني ما بقدرش اكون اي صداقة مع زميل او زميلة. طب ايه رأيك ان انا عندي فكرة؟ تكتبي ورقة صغيرة كده وتحطيها في لوحة الإعلانات. ورقة ايه؟ انا مش فاهم. زي إعلان يعني، طالبة دراسات عليا من الإسكندرية بتطلب التعاون مع زميل او زميلة بخصوص المحاضرات اللي بتفوتها. يا ريت يا دكتور، يا ريت. سرخم عليك قوي الدكتور ده يا اخي، مع اني سالته سؤال عادي. عندك مفروض يعني اقدم منه. لا غلس عصبي. اعمل له ايه؟ ايه يا محمود، وقفت ليه؟ يلا عايزين نلحق الشغل. اشوف الاعلانات يمكن يكون في ملازم جديده. ده بتاع رحله للسويس، وده طالبه دراسات عليا عماره من اسكندريه بتطلب اي زميل او زميله اعارتها بعد المحاضرات. ايه ده، احنا معانا ناس من اسكندريه دراسات عليا ولا ايه؟ مش عارف، يمكن هم الطلبه كتير. بس ده مش طالب، دي طالبة. احنا معانا يا جي ست 7 طالبات. فيهم حد من اسكندرية؟ يا عم انا ايش عرفني؟ ما اقول لك عليها، انا شيخ حارة الدفعة. يلا بينا. طب استنى بس، اصبر بس، اخد النمرة بتاعتها. مهم برضو ان الواحد يعمل حاجة خير. اخيرا اخيرا اتحقق حلمي واتشرفت بمعرفة احلى وارق واحدة في النادي. مش للدرجة دي يا جو. انا ليا نظرة في التحف. يوسف بيه. اهلا اهلا اهلا. يعني ما روحتش زي ما قلت لي؟ بصراحة أصلي قابلت الهانم صدفة. صدفة؟ ما أنت عارفة في حاجات بتطب على دماغ البني آدم زي القضا المستعجل. ما يعرفش جات له منين. عن إذنكم بقى، ورايا لفتين في التراك لازم أكملهم. عن إذنكم. قال لي علاء اعلان، يمكن حد من زمايلي تسلفك المحاضرات اللي بتفوتك. فعلا علقت الاعلان وحطيت فيه نمره الموبايل. يا ريت بقى حد يكلمني. ان شاء الله يا حبيبتي. المهم خدي دوش دلوقتي بقى عشان تفوقي من مشوار القطر لغايه محاضرتك الغدا. صح جدا كده. طب مش عاوزاني اساعدك في حاجه؟ لا يا نور عيني، انا النهارده بقى رجعت بدري من المدرسه، قلت اعمل اكل يكفينا 3 ايام. يا رب يعجبك يا جميل. ربنا يخليكي ليا يا احسن ام في الدنيا، انت اي حاجه من ايديكي بتعجبني. يخليكي ليا يا حبيبتي.